يعطيكم العافية حبايبي. هسا اجى وقت نعمل هيك مراجعة بسيطة ونعلق على الصور المشاركة في التحدي الأول اللي هو نصور ملعقة بستايل الأبيض والأسود. للتأكيد حبايبي هاي مش عملية تحكيم ولا إعطاء علامات أو أقيم شغلك، هي فقط تعليق، بس بدي أشوف الصورة أشوف شو الإشي الحلو اللي فيها، أو ممكن نحكي نقد بناء، لأنه الإشي الحلو أنا راح أتعلمه، وإذا في إشي سيء أنا من خبرتي ممكن أعطيك إنه لا ممكن تحسن بهاي الزاوية أو تحسن بهاي الشغلة. ففائدة للجميع راح تكون، بدي أحاول قدر الإمكان أراجع أكبر كمية من المشاركات حتى الكل يستفيد. حبايبي بس بدي بتعذروني بشغلة واحدة، إنه الصور ما راح يكون موجود عليها أسماء ولا أنا عارف مين أصحابها. استخدمت برنامج ينزل الصور من الإنستغرام لكن ما بيطلع لي أسماء الحسابات صاحبة الصور، فبس بفيديو اليوم تحملوني بهاي الشغلة عبين ما يجي بكرة ألاقي طريقة ثانية أنزل الصور مع أسماء أصحابها. فتحملوني هاي الشغلة اليوم، وأتوقع إنه هيك أفضل، يمكن هيك أنا ما بعرف مين الشخص اللي ورا الصورة، راح أحكم بس على شغله وما أتوقع هيك راح أجرح بشكل مباشر إذا كان النقد فيه إشي ما يعجبه. فأتوقع خلينا على هاي الطريقة لباقي الفيديوهات. فبدون أي تأخير خلينا نبلش على السريع بأول صورة. هاي الصورة جميلة جدا بالنسبة لي، ما أتوقع أنه هذا الشخص مبتدئ صراحة. ليش حكيت هاي الشغلة؟ لأنه مبين أنه موازن الصورة شوي، يعني أنا معطيني تقريبا شكل مثلث هون، مرتب الطاولة، الخلفية سادة، الإضاءة كيف حاط الملح، زايد عامل عليها تعديل للصورة أكيد، زايد الحدة شوي يمكن. يعني أنا هاي بالنسبة للصورة جميلة متوازنة، يعني لو نحسب مثلا يعني هو هذا الشكل الرئيسي هون وهيك، بعدين في عنا عصاي، بعدين هون في عنا شوية نقط بالنص، الصورة تقريبا متوازنة مائلة. يعني هذول ممكن نعتبرهم خطوط إرشاد إذا بتتذكروا من التحدي الماضي، اللي هو هاي الملعقة ممكن تأشر لإشي، بس هذه ما أشرت لإشي هون، ما في داعي. أنا بالنسبة للصورة متوازنة وجميلة صراحة. نشوف اللي بعدها، هنا صورة بسيطة، في باترن بالخلفية، في نمط بالخلفية موازن. العنصر الرئيسي، هلا بدي ننتبه لشغلة، هاي واحدة من الأخطاء الشائعة اللي ممكن توقع فيها. إذا أنت بدك تصور إشي إن كان الملعقة أو شخص أو بغض النظر المنتج، يفضل إنه الخلفية تكون أغمق من المنتج، أنت بدك تخلي التركيز بس على المنتج. فأنا ممكن أعمل تعديل بسيط، خلينا نجرب. فأنا هون بس بدي أفتح العنصر الرئيسي اللي هي الملعقة، بس بدي أفتحها شوي، وممكن العكس إنه أنا أغمق الخلفية بنفس الوقت، فتحت الملعقة شوي وبدي أغمق الخلفية، وهلا بنشوف الفرق قبل وبعد. فبدي تشوفوا بس لو أغمق الخلفية تقريبا زي هيك، خلينا نشوف هي قبل وهي بعد، فهيك خلينا التركيز والعين جاي على الملعقة أكثر. وهي واحدة من الخدع اللي احنا بنستخدمها بالتصوير، اللي هو تخلي الإضاءة والألوان في أشياء كثير، لكن تخلي الإضاءة على عنصر التركيز أو الملعقة أكثر من الخلفية. بالنسبة لهذا المثال حلو، هنا في تصميم خفيف، يعني في عنا بورد سكني، وهون هلا اللي من تحت هاي الصورة اللي وراها، لأنه أتوقع هاي الصورة بالعرض، بس خليني أخفي اللي تحت. الصورة ممتازة، فيها لو كونتراست، ما في ظلال غامقة كثير بالصورة، فإحنا بس ممكن نعدل شوي على الهيستوغرام أو الليفلز تاعتها، بس بدي تطلعوا الفرق. ممكن إنه أنا بس أزيد الأسود شوي بالصورة تقريبا لحد هون، بس هيك نزيد الكونتراست وكمان أزيد الهايلايتس، فهي قبل وهي بعد، يعني بس زدنا الكونتراست ونتفة بسيطة، عاد عن هيك ممتاز. الانعكاس اللي هون أنا بهمني، بدي أعرف شو هو، إذا بنقدر نلغي الانعكاس يكون أفضل، أو يكون في رسالة جوا الانعكاس، أنت عم تتعامل مع منتج عاكس أو مع مراي، حرفيا أنت عم تتعامل مع مراي، فإذا ممكن نخلي الانعكاس هذا له معنى لأنه مش واضح شو اللي جواته. الخلفية يعني ياريت لو نعطي اهتمام الخلفية، هاي ممتازة مش مؤثر كثير على الملعقة، لكن لو أعطيناها لمعة زيادة يبين شكلها أكثر. نشوف الصورة اللي بعدها، أوه هذا ستايل بسيط جدا، هذا الستايل حلو، خليني بس أعمل زوم. أتوقع أنا عارف ستايل مين هاي الصورة، أنا عارف هاي ستايل مين بدون لوجو، خلاص كل واحد له بصمته سبحان الله. إذا ما خاب الظن أتوقع أنها لمي النتفة، مي هيك ستايلها كله بصورها، مينيمال جدا جدا بسيط، ما في تكستشر بس نقاط، انت بتحكي عن اشكال هندسية. وينك يا محمد موسى تشوف؟
أنا أتوقع راح يحب هاي الصورة، جميلة، تكوين بصري مربع هيك بالنص جاي، في عندك خط دائرة أسود أبيض، وهي ملعقة، جميلة جميلة جدا وبسيطة. يعني لازم لو تتعلمي فوتوشوب إنك تشيلي هاي الشوائب الصغيرة بس، لأنه كمان تخرب. أنا هاي الكاميرا أظن مش نظيف الكاميرا هون، لا الأرضية، أوكي تمام. فهي الأشياء البسيطة بس لو إنه تتنظف بيكون أفضل. وبس بالنسبة للملعقة لو كانت أسود من هون تطلع تحفة كمان. هات نجرب نخليها أسود زي هيك بدل الانعكاس، هيك بتختفي هويتها يا ليو. لا خليها زي ما هي خلص، هيك هيك جميلة ممتازة. أوه هاي حلوة، مع تصميم على الله حكايتنا. أوكي على الله حكايتنا مع لون. هلا يفضل لو انه التزمنا بثيم الابيض والاسود. انتبهوا يا ريت التحديات الجاي بس تضلوا على الابيض والاسود، فانا بدي اقلبها ابيض واسود هسه الصوره. ملعقه تمام، لا التركيز عليها شوي الاضاءه، لكن صراحه انا مش عم بحاول ابيع الملعقه هون، هي حجمها اصغر بكثير من القواره اللي وراها، فلو كبرت اكثر او عملنا زوم عليها اكثر يكون التركيز عليها اكثر. الارضيه الخلفيه تمام، بس الصورة يعني بدها تتاخذ بزاوية ثانية تكون متوازنة أكثر، لأنه هاي الملعقة بدها تكون بس لتحت أكثر تقريبا هون، وتكون معبي الصورة أكثر. بعدين في كلمات هون بتكون. نشوف الصورة اللي بعدها. أوه بسيط حلو، أرضية سوداء، يعني ما في تفاصيل كثير، في انعكاسات بس أتوقع بدها تعديل إضاءة، يعني بدها ليفلز، ف لانه الهيستوغرام طلع الهيستوغرام كثير مطفي، فبدنا نرفع الاضاءه شوي لحد هون قبل ما التفاصيل توضح، ونزيد السواد هيك نعلي الكونترست. فهي قبل وهي بعد، كان الكونترست تاعها كثير قليل وميت، فبدك تحاول ترفع الكونترست شوي الا اذا في عندك سبب. فهيك الصوره بتعطيها لوكي او حدي اكثر، لانه انت عم بتصور إشي مظلم تقريبا، المود تاعه دارك. الصوره اللي بعدها اوكي بدنا ننتبه للشغلة. هلا هون الصورة في عندي خطأ واضح لعيني، الملعقة مقصوصة بالضبط من فوق ومن تحت، هذا الاشي لا يحبب للعين. في هاي القاعدة ممكن نكسرها، بس بشكل عام يفضل لو انه بينت بالكامل وكان في فراغ بسيط، يعني على الاقل الفراغ بيكون هالقدة، فراغ رأسي بسيط والفراغ نفسه هو مساوي للفراغ اللي تحت واللي على الجوانب. يعني تطلع كيف على الجوانب في فراغ من هون يساوي للفراغ اللي هون، فيفضل لو كان هذا الفراغ هو نفسه من فوق وتحت. الانعكاسات انا هذا هو هدفي من الملعقة، انه انت عم تتعامل مع مراي، فبدك تحاولوا المرة الجاية تنتبهوا ايش اللي بينعكس من المراي. اتوقع هاي مصور واقف بالطول وباطح الملعقة على الارض واضح. فبدكم تنتبهوا كيف بدنا نحل مشكلة الانعكاس. يا ليو بتجيب ورقة A4 بيضة او ورقة سوداء اذا بتحب، وبتحاول تحاوط فيها الملعقة وما تبين بإطار الكاميرا مشان تلغي هاي الانعكاسات. هون في عنا خطوط إرشاد اللي هي الدوائر عم بتصغر لتشكل إشي بالنص. فلو كانت الملعقة اللي هي العنصر الرئيسي، الجسم الرئيسي هون، كانت هون بنص الفريم، أتوقع يمكن تطلع نتيجة ثانية وأفضل. فحطوا هذا الإشي في بالكو، لأنه يعني أنا عم بتخيلها بورتريت، تخيل جسم إنسان، ويفضل انه الراس او التواصل مع العيون يكون هون بنص هاي الدائرة. حلو حلو، هاي ستايل غريب، اللمعة واضح، التركيز على الملعقة، اضاءتها اكثر من الخلفية. اتوقع هاي معدل عليها، او يمكن بس انعكاسها هو معطيها اضاءة اكثر من الخلفية. بالنسبة لتوازن الصورة شايفها جميلة والله، يعني احنا هون بنحكي عن تقريبا عنصر بيضوي هون، بعدين عصاي جاي بنص الإطار. ممكن يعني لو قصينا هذا الجزء اللي تحت يمكن تتوازن أكثر، الفراغ اللي هون تقريبا يكون مساوي للي هون، يعني بدنا نقصها بس من اليسار ومن تحت أكثر. بس عاد عن هيك حتى لو ما قصناها أتوقع أنها جميلة، يعني ما بدي أكون كثير دقيق، بالعكس أنا شايفها حلوة بسيطة. ملعقة أول آخر ملعقة بستايل أبيض أسود ممتاز.
شوف اللي بعدها. أو هاي فرق بينها وبين اللي قبلها. شوف الصدفة كيف طلعوا وراء بعض. يعني هاي شوي ضايعة بين الأشياء اللي حواليها، لأنه الأشياء اللي حواليها إضاءتها أكثر من الملعقة، فلو رفعناها أو بعدناها عنهم أو خليناها إشي أغمق بدل ما هو أفتح من الملعقة مشان تبرز أكثر. أيوة شوف الفرق هسه، هيها هيك هيك صار التركيز على الملعقة أكثر. فهمتوا المبدأ؟ فهي قبل وهي بعد، للتأكيد هي قبل وهي بعد، هيك صار التركيز عليها أكثر. فهي واحدة من الخدع اللي بدكم تنتبهوا لها بالتصوير، إنه عنصر التركيز أو العنصر الرئيسي بالمشهد تكون إضاءته أكثر. بعد عن هيك ممتاز الاقتصاص، يعني لاحظوا هون في اقتصاص أو في فراغ بسيط فوق يساوي الفراغ اللي تحت، وهذا إشي أنا حابه. الفراغ اللي على الجنب تقريبا متساوي، فالملعقة منصصة يعني من هون ومن هون منصصة بالتساوي، فممتاز أنا بالنسبة لي. نشوف اللي بعده، بديش أطول أكثر. حلو مقصوصة الملعقة من تحت، هذا خطأ بسيط انتبه له. هذا هو البطل، هذا هو العنصر الرئيسي بالمشهد. يعني تخيل تصور واحد بورتري وتقص أصابعه من تحت أو طرف أصابعه، لا يحبذ هذا الإشي، بدك تنتبه له. هاي ممتازة. إيش تعليقي؟ الفانوس الأسود عامل عزل، لو حطيت ورقة A4 بس تعكسها عن الملعقة من قدام مشان تبرزها أكثر بيكون أفضل، وتعكس كمان على القاعدة تاعتها. يعني هاي واحدة من التحديات كانت لما تصور إشي عاكس. عاد عن هيك هذا العنصر كثير مشتت الصورة صراحة، كبير، وأول إشي يعني قبل الملعقة جايب الفريم، فلو شلناه أحسن. الظل هنا ما عندي مشكلة بالظل، بس هذا العنصر شوي مشتت. اللي بعدها ملعقة بسيط، يعني بحب هاي الناس. مين بتذكر في حدا من اللي شاركوا بالتحدي الأول، مش التحدي الأول، من طلاب الأونلاين؟ نور عكة. نور هاي زي ستايلك، بعرفش إذا أنت شاركت معنا، ما شفت اسمك في المشاركات، بس هاي ستايل نور. نور عكة بسيط، لا بحب يوجع راسه ولا بحب يعجق، خلفية سودة ملعقة خلصنا. أوه هون ضايع الملعقة، هون ضايع بالأشياء اللي حواليها أبدا مش مبينة، فلو بدنا نحاول نفتحها ما لها أخذت الصورة اللي فوق. هاي بدي أغمق الخلفية زي هيك، وبدي أعكس تعديل وأفتح الملعقة تقريبا زي هيك، تمام. فهيك بينت أكثر. الاختصاص ممتاز أنا بالنسبة لي شايفه، الفراغ من هون مساوي للفراغ اللي هون، يعني بيسك ممتازة. الانعكاسات لو زبطناها بورقة A4 أو بانعكاس آخر بتكون أجمل يمكن شوي. عاد عن هيك ما عندي تعليق عليها. نشوف هاي إيش الظلال، ممتازة الانعكاس، عم تستخدم مصدرين إضاءة. شو هاي سوفت بوكس ولا شباك؟ أتوقع هذا شباك مع فلاش على اليمين، ما بعرف بس ممتاز. يعني معطيتني زي شكل وجه، لو أنتوا قادرين تشوفوا هنا في عين، وهنا عين كبيرة عم تدمع زي بوحة. وهون أسود، لا جميلة الانعكاس. لو تلعبوا، لو لعبتوا بالانعكاس تعطيه هوية شكل مختلف. مع الخلفية صورة منصصة أبيض أسود، جميلة بسيطة ممتاز. نشوف الصورة اللي بعدها. أوكي هون الملعقة بدنا ننتبه، الخطأ البسيط إنه إحنا بدنا نخليها أفتح من الخلفية. برجع بأكد على هاي الشغلة، لأنه لاحظوا معي بهاي الصورة مش مبين انه انا التركيز على الملعقة اللي هون او الثنتين اللي هون، لانه الكتاب افتح منهم، هون انا عم بحاول ابيع الكتاب. فبدنا نخليها هي اكبر، هي العنصر التركيز بالصورة. ما عندي مشكلة تضيفوا عناصر ثانية بالتحديات القادمة، لكن بنفس الوقت ما تطغى على العنصر الرئيسي، انت عم بتحاول تصور الملعقة للتأكيد مش الكتاب. فخلينا نجرب نفتحها شوي باقي الصورة. مشان هيك انا بحب الابيض والاسود، تقدر تعدل بس على الاضاءه ما راح تهتم بالالوان. هاي قبل بعد، وممكن انه اغمق الخلفيه. نشوف كيف لو غمقنا الخلفيه كيف ممكن تطلع النتيجه، تقريبا زي هيك عرفتي، يعني هيك بيكون التركيز على الملعقه اكثر. وغير هيك بدنا نعمل زوم، يعني بس لو كان الاطار بس من هون من هاي الزاويه تقريبا زي هيك احسن، لأنه في عندي أشياء كثير بالصورة عم بحاول. ملعقة ثانية الخضار اللي هون، يعني هم ماخذين الصورة أكثر من الملعقة، هي لازم تكون أكبر.
فيفضل لو كانت مقصوصة أكثر زي هيك بس معمول لها زوم. هاي الصورة بسيطة بس الإضاءة تاعتها قليلة، هاي بدها نرفع الإكسبوجر تاعها تقريبا زي هيك، يعني هي قبل وهي بعد. كيف بعرف إن الإكسبوجر غلط يا ليا؟ اطلع على الهيستوغرام حبيبي، الهيستوغرام عندك على الكاميرا أو على الفوتوشوب من الليفلز يبين عندك إنه ما فيش هون معلومات كثير قليلة، يعني اطلع الصورة قبل هيها بيعطيني الهيستوغرام إنه هاي المنطقة كلها فاضية ما في هايلايتس، فيش مناطق مضوية، فأنا بعطيه أمر إنه خلي الهايلايتس تبلش من هون المناطق المضوية. بصراحة الهيستوغرام تاعك لازم يكون معبى مشان تكون الصورة واضحة، هيك أحسن، هي قبل وهي بعد. حلوة عروس عريس جميل. بحب حلو اللي تضيفوا بصمتكم يا شباب، حاولوا تعملوا هاي الشغلة، يعني احنا مش حاكمينكم هاي المرة، مش زي التحديات الأولى كنت حاكمكم كثير. أنا طالب منك بس ملعقة أبيض وأسود، فهاي ملعقة أبيض وأسود وضايف بصمته، بس بدك تنتبه حبيبي أنت مختص الصورة من تحت من هون أو من هون. أو أنا بعتذر إن عم بخاطب الكل مذكر، بعتذر منك أو منك، لازم الصورة من تحت يكون في فراغ بسيط، ما تكون على الحفة مقصوصة زي هيك، فبدك تنتبه هاي الصورة وهون كمان على الحفة بالضبط وكمان مقصوص إيده، بدك تنتبه لهذا الإشي. في عناصر جدا جدا مشتتة، وغير هيك الخلفية إضاءتها نفس الملعقة والتمثال، يعني هون أنا مش عم بصور الملعقة، هون أنا عم بصور التمثال، لكن لو عملنا زوم أو قصينا الصورة من هون تقريبا لهون هيك نعطي إنه العنصر التركيز للملعقة، بدنا ننتبه لهذه الشغلة. وغير هيك في عناصر ثانية مشتتة جدا بالصورة ما إلها داعي، فبدنا ننتبه لهاي القصة. بس حاولوا تعبوا الصورة بعنصر التركيز اللي أنا بعطيكم إياه، خليه هو البطل، هو المسيطر بالمشهد. نشوف هون، هاي جميلة حلوة، الظلال حادة مربع، في هون تأطير محطوط فيه الملاعق، جميلة. في عنصر ثاني عندي بالصورة، لكن احنا لو عملنا زوم خلي الإطار يبلش من هون أفضل. يعني حلو انكم تزينوا الصورة لكن ما تعطوا او ما تنسوا العنصر الرئيسي، اوكي، ما تخلوا الاشياء الثانية تكون اكبر منه او تضغى عليه. يعني انت بدك تصور بوستر لفيلم، ما راح تخلي السيارة تاعت البطل اكبر منه، تمام؟ فيفضل لو انه قصينا الصورة من هون، خلي الزينة تطلع بس مقصوصة تكون زي هيك تقريبا، تمام؟ خلي عنصر التركيز هو اكبر اشي. هاي قاعدة عامة طبعا، دائما تقدر تكسر هاي القواعد كلها، بس يفضل تعمل هاي الشغل. وحلو انه في اطار ابيض موجود عليه العنصر التركيز، هاي جميلة، الصورة جميلة. بالنسبة لهاي الصورة، هاي حلو، اكتب اسماك فوق، هاي هلا طه او حلا طه، سوري اذا لفت اسمي غلط، اكتب اسماكم، لانه بهاي الحالات هي صار الاسم واضح لمين صاحب الصورة، هيك افضل. فهاي الصورة ممتازة، مينيمال الانعكاس على الفرشاة، سوري على الملعقة، حلو، نص ابيض نص اسود، جميلة. هذا الخط الابيض، هذا الباك لايت اللي عليها يعتبر على اساس باك لايت مع انه هذا منتج عاكس، فجميلة، متوازن الصورة، الفراغ حواليها بسيطة، حاسة هيك صورة بورتريلا ملعقة فاخرة، هذا اللوكي الخلفية السوداء وكذا، جميل. نشوف اللي بعدها، هاي نفس الاشي بس اضاءتها كثير كثير قليلة. فهلا لما افتح الهيستوغرام طلعوا الهيستوغرام فاضي، مفيش فيه معلومات، فبدك تحاول تزبط اضاءة الصورة بين ما الهيستوغرام يصير صحيح زي هيك، هيك تمام، وهي بدي اقلبها ابيض واسود، كان فيها شوية اصفر، هيك احسن شوي الصورة، اوكي، ما في اي تعليق، بسيطة جدا. مش عارف ليش حاسس هاي الصورة شوي افضل، لانه الانعكاسات اللي عليها محدد الملعقة اكثر، وانا ما في انعكاسات تحددها، فاضية بس اسود من جوا وابيض على الاطراف، يعني لو كانت كلها اسود من جوا، هات خلينا نجرب نرسمها زي هيك، كانت كلها اسود من جوا يمكن اتوقع احسن شوي، انه بس يبين حوافها ممكن، هيك اجمل شوي. لو حاولت تلاقي طريقة تلغي الانعكاس اللي هون، الخلفية مضاءة أكثر من الملاعق، بس هاي بتعطي هيك شعور حزين شوي. خليني أتأكد من الهيستوغرام تاعها، لازم شوي أرفعه، خلينا نجرب، وبدي أحاول أفتح الملاعق، أغمق الظلال، خلينا نشوف زي هيك، هي قبل وبعد، زدت الكونتراست بس، حاسها صورة حزينة إنه هذا مرتكي عليه الأب اللي هون، بعتذر على الصوت اللي عندي بالخلفية حبايبي. بس مضطر اسجل الفيديو بغض النظر عن الاصوات اللي موجوده، يعني مشان امشي بسرعه بالتحدي.
متوازن الصورة، يعني بدنا نعتبرهم كلهم كتلة واحدة، فالفراغات اللي هون بدها تكون مساوية للفراغات اللي هون، يعني يمكن بس بدنا نقص شوي من هاي الجهة هيك، هاي لازم تنشطب. أداءنا هيك ممتاز. أوه هاي في فوتوشوب الصورة هون، هاي واضحة الفوتوشوب، هي اللي هو الهيلينج. أنا بفضل بالمنتجات العاكسة بدل ما تستخدم أو بدل ما تستخدمي أداة الهيلينج المعالجة، إنك ترسم رسم بإيدك ببرش. فأنا ممكن أصلح هذا الخطأ اللي هون، هيو إذا مش شايفينه مبين إنه هون في تكرار، هاي بيكون سببها أداة المعالجة من الفوتوشوب اللي هو هون وهون وهون وهكذا. فهاي ممكن أعدلها عن طريق الرسم، يعني تروح تمسك برش لون أسود وبترسم زي هيك عليها رسم، أنا بستخدم الواكوم، فزي هيك راح تصفي هيك، ما بتخليها كلها سودة، بدك تلغي بس الانعكاسات، بعدين تأخذ شوي من الأرضية وبترسم فوقيها. هلا الموضوع بده وقت كثير يطول الحديث، يعني هاي لحالها ريتاتش للمنتجات العاكسة، بس إنه بدك تشوف إنه هيك تقريبا صارت أحسن لما ترسم مش تعمل هيل، تمام؟ بدك ترسم بالبرش بلون أسود زي هيك تقريبا، رسم عادي كأنك ترسم بأقلام الفحم. هاي ممتازة، إيش هاي؟ حلو، أشياء بتذكرك بطفولتك. الفونت استخدامه جميل، الأرقام اللي هون 1 2 3 4، إيش هاي؟ قصة لن يفهمها إلا مواليد التسعينات. حلو، وفي هون توقيع، أظن هذا توقيع المصور أو المصمم. حلو التصميم، حلو جميل عجبني. أشوف الفينيشينج، آه والله تعبان على الماسك هون، أوكي يعني مش أي ماسك. حلو، بحب الناس اللي تشتغل الفينيشينج صح. فحلو صورة جميلة بصراحة، بتصميمها أبيض وأسود، استغل الأبيض والأسود، مواليد التسعينات، جميل يعطيك العافية. حلو حاسم هيك طقم أشخاص في آي بي، لكن واضح إنه هي الشخصية المسيطرة أو هي هون البوس، لكن الصورة فاضية من فوق، فهي عادة بنكتب إشي هون بهاي المنطقة الفاضية، أو بتيجي بتعمل زوم أكثر، يعني بتعمل كروب في الاختصاص يكون زي هيك تقريبا، ما في داعي لهذا الفراغ كله فوق. وعدا عن هيك لو قدرت تميزها بإشي ثاني، يعني الفوكس عليها، بس بما أنه هي الشخصية المسيطرة يفضل أنه ما تنقص، لا يفضل هاي الحركة اللي هون، ولو عملت عليها شوية فوتوشوب خليتها هي إضاءتها أكثر بكون أفضل وأفضل كمان. فيشوفوا شو راح يصير لما أغمقها، هاي قبل وهي بعد، هيك التركيز صار عليها، هاي قبل وهي بعد. حلو، هاي اللي أنا بحكي عنها، الخلفية شوي مطفية أغمق من الملعقة، بس مش بالنص، بدك تنتبه الفراغ اللي هون اللي على اليسار مش مساوي لليمين، وتقريبا هاي الجهة كلها هيك بدها تنقص اللي هون هاي. وغير هيك في عنا عنصر ثاني بالصورة، إذا بدك تضيف عنصر هون وعنصر هون معناته صارت الصورة محورها هاي الجهة كله على اليمين، أو تضيف عنصر ثالث مماثل إلهم، فبدك تنتبه لهاي الشغلة، أو تشيل هاي كلها، يعني ما إلها داعي. مفتاح البطن لقمة، ومفتاح الشر كلمة. يا عيني يا عيني، اللوجو أبدا مش واضح هون، الدي اللوجو مش واضح، إيش هاي؟ ملعقة محفورة جايبينها من الإنترنت ولا مصورينها؟ ما شاء الله. مفتاح البطن لقمة، ومفتاح الشر كلمة، جميل، بس لو إنه خليته الملعقة لتحت، يعني شكل المفتاح إحنا متعودين عليه لتحت، فبدنا ننتبه لهذه الشغلة. وزي ما انتم بتهتموا بالصورة والصورة هيك معتمة والمود تاعها دارك وبدك تحكي اشي مهم، هذا الفونت لطيف مريح، اذا بدك تحكي كلام يكون قوي وحاد بدك تنتبه كمان للفونت يكون انه خطوط مستقيمة، يعني حرف التاء بيكون حاد هيك زاوية حادة وهيك بيكون، اوكي، فما بيكون فيه كيرفات وانحناءات والحرف الالف واللام وهيك. فكمان بدك تنتبه للفونت زي ما انت بتهتم بالصورة تاعتك. من ناحية تنصيص الفراغات، في فراغ بسيط هون، لو كان اكبر بكون احسن، بس زي ما حكيت انت بدك الصورة تكون مزعجة، فلا قصة على الحفة ما في مشكلة، يعني انت بدك تكون الصورة مزعجة عادي. هاي الصورة ممتازة بس ناقصها اضاءة، خلينا نشوف الهستوغرام تاعها، خلينا افتحها شوي، يعني ضاع تفاصيل كثير منها،
فهيك أنا ممتازة، لكن يعني ممكن نعتبرها ملعقة، مش عارف يعني أنا لو ما بعرف المسابقة بتبين ملعقة، بس بس مختفي تفاصيلها يعني هون، مش عارف ممكن نعتبرها لوكي ستايل أبيض وأسود لوكي للملعقة، تنصيص بالنص الاختصاص صحيح، جميلة. أوه هاي غريبة عن بقية الصور، ستايل كثير غريب، حاسة زي نوتة موسيقية صح؟ هاي الرسم كيف طالع هيك؟ مستحيل ما في ظل في الدنيا هيك بطلع، شو هاي فوتوشوب معمول للظل؟ كيف طالع الظل زي هيك؟ اوكي يمكن موجه اضاءة عليها، بس هاي صورة جميلة هيك على الدفتر خطوط بدنا ننتبه لها هيك، تمام جميلة، صورة جميلة وغريبة، حاسة هيك زي نوتة موسيقية صراحة طالعة، جميل ستايل غريب صراحة، وختامها بآخر صورة. اوه منظور مختلف، ما شفت حدا من المشاركين صورها من هاي الزاوية، بس بدنا ننتبه الحفة هاي كثير قاصينها بالزاوية، في فراغ يعني هون بده يكون مساوي تقريبا للي هناك، عدا عن هيك شايفها جميلة والله. هيك مبين زي سفينة جوا الصحراء، جميل وغريب، بس لو خليت الفوكس هون يعني ما اتوقع الفوكس مهم يكون على ذيل الملعقة، لو كان على الوجه كان التركيز، لانه الفوكس عندك هيو بالنص الفريم يعني له على الذيل ولا على الوجه، فلا يفضل يكون هون على هاي المنطقة. ولو جبت ورقة A4 كمان انك تلغي الانعكاس هذا وتخليه ابيض، مش تلغي الانعكاس تعطيها انعكاس ابيض احسن. اسف اذا طولت عليكم حبايبي، حاولت اشرح كل الصور الموجودة، للتأكيد اذا ما ظهرت صورتك بالفيديو اليوتيوب هذا لا يعني انه تم اقصائك من المسابقة حبيبي او من التحدي، هي فقط يمكن خطأ بالبرنامج او ما قدر ينزل لي كم من صورة، فبعث لي صورتك على الخاص وقول لي يا ليو انا ما طلعت معك وانا ملتزم بالشروط، وبعطيك تعليق لك خاص ببعث لك اياه على الانستغرام. فبدون اي تأخير خلينا نختمها هسه بالتحدي القادم، ايش راح يكون يا ليو؟ للتأكيد احنا لسه في المرحلة اللي هو الاولى اللي هي بدك تصور ابيض واسود، فالتحدي القادم مطلوب منك انك تصور تفاحة بستايل الابيض والاسود وتضيف بصمتك، انا بس بدي ابين تفاحه بالمشهد بابيض واسود واعمل بدك اياه، بدك تقشرها، بدك تحط مجموعه تفاحات، بدك ترسم عليها، بدك تحط اكسسوارات حواليها، ما عندي مشكله، لكن التركيز يكون على التفاحه، هذا اهم شغله. يعطيكم العافيه حبايبي، تذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه، بشوفكم بكره ان شاء الله بنفس الوقت، يعطيكم العافيه.